طبعا بدايتي كانت مثل ما قلت، انا بالاول شيء تعرفت على فنانين، تعرفت على مراسمهم، تعرفت على القماش، على الالوان في مدينه الحسكه. ارسم التعبيريه، ارسم وجوه مشوهه، ارسم الوجوه التي تسكن في منطقتي، في منطقه الشرق الاوسط التي انهكتها الحروب. تطورت كثيرا لأنني تأثرت بهذه الحرب، وجدت كيف الإنسان يقتل الإنسان أمام عيني، ورأيت هذا في كثير من المناطق، وشاركت في عدة مناطق لكي يحرر المدنيين من براثن الحرب.